من المسافة الصفر هي هو المشروع مشروع فلسطيني وراءه مخرج كبير اللي هو المخرج رشيد مشاراوي. فالفكرة كانت أنه يوثق الاعتداءات من داخل غزة. فالصور اللي كنشوفوها في الشاشة في الأخبار هي صور متشابهة. إذن من خلال السينما غنتعرفوا على أجواء أخرى، على الناس كيفاش كتعيش الحرب، كيفاش كتعيش القصف، كيفاش كتعيش القصص اليومية ديالها، المعيش اليومي. يعني كل مخرج غادي يحكي حكايته من وجهة نظره أو كيف كيعيش. فاحنا غنشوفوا فن سينمائي من خلال أزمة كبيرة. الآن احنا تقريبا وصلنا لسنة من القصف على غزة والغزاويين يعانون. فالشيء بسيط جدا أننا احنا نقدروا نقدموا شيء حاجة بالنسبة لأهلنا في غزة. السلطات المحلية والمنتخبة ديال مدينة الدار البيضاء فهي راعت لهذا العمل وابت الى ان شاء الله الرحمن الرحيم باش تدعم هذا النشاط. وانا متيقن ان شاء الله الرحمن وعندي اليقين بانه كذلك الجهة ديال الدار البيضاء بالنسبة للسنة المقبلة او لما بعد تكون واحد الالتفاتة كذلك. فالكلام اللي جا فاش في المحاضرة فبالنسبة لنا ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي تهمنا هو نوسعوا القاعده ديال المستفيدين البيضاويين من هذا النشاط هذا باش يولي عنده واحد الصدى كبير في مدينه الدار البيضاء وما يكتفيش غير على داك الناس اللي غادي يجيو ولا غتكون عندهم الفرصه انهم يجيو للقاعات السينمائيه. فيعني تقبل يعني على باب يعني البسط. فيعني الهدف هو انه نمشيو كيف قال الاخ نمشيو للمركبات الثقافيه ديال المقاطعات وكذلك نمشيو يعني للساحات. فاليوم كيف لاحظتوا الحمد لله كاين واحد الديناميكيه في مدينه الدار البيضاء وهناك عده ساحات عموميه اللي يعني ولا عندها واحد الرونق واحد الجماليه. فلما لا انه يعاود يكتسبها الساكنه والمواطن البيضاوي ونخلقوا انشطه في هذيك الساحات العموميه. وبغينا ان تكون الفن السينما من بين هذوك الفنون اللي غادي يتم العرض ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم في الساحات العموميه.